السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم دوج. انا تليم ان شاء الله فيديو جديد، جوج ديال الوصفات في نفس الفيديو. غادي نحضر معكم ان شاء الله في هذا الفيديو هاد الخبيزات هادو اللي منسمين بالاعشاب ومصوبين بالخميره البلديه، لذادين صحيين 100%. يمكن لكم ترافقوهم مع المشويات، يمكن لكم تستعملوهم كساندويش، وكيف يمكن لكم انكم غير تناولوا مع كاك مع واحد العصير اللي غادي نصوبوه بالحليب النباتي اللي كيجي لذيذ، مكونات اللي هي زوينه بزاف. تابعوني في هذا الفيديو ان شاء الله باش غادي نشوفوا الطريقه والمقادير. اذا بسم الله على بركه الله، كما كتشوفوا هنا درت هنا عندي 500 غرام ديال الدقيق ديال الفرينه اللي مغربل من النخاله ديالو. كيف يمكن لكم تستعملوا الدقيق ديال القمح الكامل. هنا عندي الخميره البلديه اللي انا ديجا وجدتها وفعلتها. غناخذ هنا تقريبا من 3 حتى 4 ديال المعالق. بالنسبه باش غادي نسمو هاد الخبيزات هادو، غادي نشوفوا هنايا عندي القزبور مدنوس، واحد القبطه كبيره ديال القزبور مدنوس. عندي هنا بريقات ديال السالميه، وغادي نزيد كذلك اضافات وحدين اخرين. هنا غادي نخلط بالماء دافي، ما كنستعملش الملحه في الاول حتى كنجمع الخميره البلديه اللي عندي. الماء بالنسبه للماء كيكون غير دافي، ما يكونش سخون. هنا صافي تنبقى نجمع، كنحاولوا اننا ما نديرهمش خفافين بزاف لان غادي نزيد عليهم هذوك الاعشاب، غادي يفزقوهم لينا مازال من بعد. عاد هنا غادي نضيف واحد الملعقه صغيره ديال الملحه، وغادي نكمل العجينه ديالي لان من بعد غادي يطرخا. وداكشي علاش كنقول لكم انكم في الاول العجينه تكون شاده في راسها شويه. صافي هنا غادي ندوز باش نزيد المنسمات. عندي هنا قزبر مدنوس، عندي هنا شويه ديال الزعتره اللي سخنتها وحكيتها هكا باش كتطلق ديك الرائحه ديالها. عندي هنا البودره ديال الثوم، يمكن لكم تعوضوا هاد البودره ديال الثوم بالبصل، او يمكن لكم تعوضوه بالثومه طريه. هنا غادي نحتاج تقريبا واحد نص كاس ديال زيت الزيتون. بالنسبه لزيت الزيتون مهم في هذه الوصفه لانه هو اللي كيعطينا ديك الهشاشه لدوك الخبيزات تيجيو رطبين. وكذلك ضفت هذيك السالميه اللي قطعتها مع القزبر المدنوس. صافي هنا كنجمع العجين باش كتنسجم ليا كاع دوك العناصر اللي فيها. لان ملي كنضيفو هذيك زيت الزيتون كتزيد عاوتاني طرا لينا، يعني كتولي طريه العجين. غير الا كثرتو الماء في الاول غاديش تجمع لكم العجينه بكل، زعما ما غاديش تجمع لكم العجينه مزيان وغادي تمحنكم. صافي هنا مره كندهن يدي بزيت الزيتون وكنجمع العجينه ديالي باش غادي نخليها تخمر. تقولي ان هاد الخبيزات هادو كيجيو بنانين بزاف، يعني هذا كاع اللي عندك يمكن لك تنسمي انتي تغيري انتي والذوق ديالك اش باش بغيتي تنسمي هاد الخبيزه. صافي هنا خديت واحد الاناء اللي كيكون غارق باش نخلي ليها هاد التيسع فين تخمر. غادي نغطيها وغادي نخليها في واحد المكان يكون دافئ، وغادي نخليها تقريبا واحد الساعه ونص حتى كتطلع في الخميره. كما كتشوفوا هنا العجينه ديالنا من بعد ما خمرات غادي نفرغوها باش غادي نحاولوا نشكلوا لي بودان ديالنا. كنشوفوا ما شاء الله راه هي خامره وكتجي رطبه بزاف. كنشكلها هكا واحد البودان طويل وتنبدا نقطع هذوك الخبيزات او دوك لي ساندويش ديالنا، كنديرهم بحجم صغير. مرة تندهنوا يدينا بزيت الزيتون باش ما غاديش يلصقوا معنا. كما كتشوفوا دابا غادي نحاول نشكلهم، غادي ناخذ وغادي نبدا ندور فيهم بحال هكا، بحال الا كنعصروا شي حاجه وما تنزيروش هذيك الدوره اللي كنديروا لهم وتنستفوهم في اللاطه. صافي هنا من بعد ما كملت كاع القطع اللي عندي استفتهم هكا في اللاطه،
كنرش عليهم شويه ديال الزنجلان من الفوق، تنخليهم عاود يرتاحوا تقريبا واحد نص ساعه وتندخلهم يطيبوا في الفران. الى بغيتو دهنهم شويه ديال زيت الزيتون من الفوق دهنوهم باش كيجيكم محمرين. صافي دابا غادي نخليهم يرتاحوا وغادي ندوز باش غادي نوجد معكم الحليب النباتي. هنا غادي ناخذ واحد 100 غرام ديال الشوفان اللي غادي نرطبها في واحد الكاس ديال الماء. هذه العمليه هذه غادي تخلي لنا هذاك الشوفان يطلق لنا كاع داك الحليب اللي فيه. تنرقدوه بحال هكا غير واحد ربع ساعه. بالنسبه للناس اللي عندهم الحساسيه من الحليب الحيواني، يعني غادي فايت لي انا حضرت معكم بزاف ديال الانواع ديال الحليب، غادي نحطهم لكم في صندوق الوصف. غادي نطحن للمره الاولى وهنا غادي نزيد الماء وغادي ندير واحد جوج تمرات غير باش نعدلوا المذاق، واحد بانسي او طرطيقه ديال الملح غير باش كنعدلوا المذاق ديال هذا الحليب هذا. صافي هنا غادي نزيد لتر ديال الماء وغادي نعاود نطحن مزيان حتى كينستجمو ليا. انا غادي ناخذ واحد الاناء غادي نحطو في المصفايه وغادي ناخذ واحد الطرف ديال الثوب اللي كنكونو بطبيعه الحال عقمناه في الماء طيب والخل، وغادي نبدا نصفي الحليب ديالي. في الاول كيعطيكم واحد اللون اللي كيكون بيج يعني بلون كاسي، ولكن ملي تنعصروه تيبدا يتغير اللون ديالو تيولي ابيض كما كتشوفوا. هذه العمليه ضروري اننا نديروها. الحليب ديالي ها هو واجد، غادي ندوزو دابا باش غادي نحضروا العصير. هنا عندي الفريز وغادي نحتاج معاه كذلك الدبس ديال التمر اللي كنعوضو به السكر وهو اللي كيعطينا الحلاوه. العصير ديالنا ها هو واجد، ما بقى لينا دابا غنمشيو نشوفو الخبيزات ديالنا في البصلو. الخبيزات هما كما طابوا، حنا خرجتهم من الفران كما كتشوفوا الشكل ديالهم ولا اروع، لذادين بزاف، وديك النسمه اللي فيهم كتعطي ديك الاعشاب كلها هي اللي درنا فيهم. وهنا غادي نقسمو بطبيعه الحال باش غادي نشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل. كيجيو يعني متقبين وكيجيو لذادين محمرين ورطيبين ورائعين. نتمنى ان شاء الله تكون هذه الوصفات اللي حطيت لكم في هذا الفيديو هذه تكون نالت الاعجاب ديالكم. كنقول لكم شكرا بزاف على حسن المتابعه، والى فيديو قادم بحول الله.